السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في نهاية الفيديو هناخد بعض التعليقات من هاشتاج إقالة وزير الرياضة الزملكاوي. انتشر هاشتاج وتصدر وصل ترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج إقالة وزير الرياضة الزملكاوي اللي دشينه مجموعة كبيرة من جماهير النادي الأهلي بسبب صمت وزير الرياضة المصري عن الأزمة الحالية اللي بيصدرها عمرو الجنايني واللجنة الخماسية للشارع الرياضي وللنادي الأهلي. مش سامعين صوت لأشرف صبحي، لا بيتكلم ولا بيعمل اي حاجة ولا بيتدخل ولا نشوفه اجتمع مع ده ولا اجتمع مع ده، وعادي جدا. كل هذا لمصلحة نادي الزمالك، لان نادي الزمالك وعمرو الجنايني وزير الرياضة يتمنوا انسحاب مرتضى منصور، انسحاب الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي مباراة الجونة، ظنا منهم انهم سوف يتفوقون على النادي الاهلي بتسع نقاط وانهم سوف يحصلون على الدوري. حتى لو بقى فارق 12 بونت الاهلي بطل الدوري ان شاء الله. هنشوف في نهاية الفيديو هناخد بعض التعليقات من الهاشتاج ده، لكن تعالوا دلوقتي ناخد بعض التعليقات من اسامة السويسي. اسامة السويسي اتكلم عن استفزاز عمرو الجنايني للنادي الاهلي واعلان حكام مباراة النادي الاهلي والجونة. زي ما قلت حضراتكم النادي الاهلي مش هيتراجع، ولو الخطيب هيتراجع هتبقى ازمة كبيرة، مش هينفع، ما ينفعش، خلاص انت خلاص القصه انتهت وقلت مش هلعب وخلاص. جماهير النادي الاهلي مش فارقه معاها دوري ولا كاس ولا الكلام ده كله، اهم حاجه نثبت علشان الجميع ياخدوا دروس، لان الموقف ده لو اي مشكله وقعت على النادي الاهلي كله هيمشي مظبوط. ممكن يتم اقاله عمرو الجنايني، ممكن يتم معاقبه مرتضى منصور، ممكن كل الاحتمالات وارد. وزي ما بقول لكم جماهير النادي الاهلي النهارده بتطالب باقاله وزير الشباب والرياضه، ممكن يتم اقاله وزير الشباب والرياضه. كل حاجه المنظومه الرياضيه هتتظبط، جدول المسابقات هيتعدل، مش هيبقى فيه مجاملات. مش النادي الاهلي دايما سباق في وضع الاسس والمبادئ، فلازم نلتزم علشان نرتاح والانديه كلها ترتاح. ولو ان الانديه ما تستاهلش، يعني مع احترامنا لكل الانديه، لانه بيسيب النادي الاهلي يصارع ويسبح ضد التيار وحده وبدون مسانده. المهم عمرو او اسامه السويسي علق على اعلان الجبلات الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه ولجنه الحكام حكام مباراه الجونه، وقال الجبلايه تعلن التحدي تتجاهل بيان النادي الاهلي. النادي الاهلي بعت لهم خطاب ببيان ومنتظر منه ما ردوش، وتعلن قائمه حكام الجوله الخامسه وبينها الجونه والاهلي. فين الجماعه اللي قالوا ان الاهلي او ان بيان الاهلي استفزازي؟ استفزازي فين يا سيدي؟ عايشين بيس والرجاله بتسافر وبيروحوا وبييجوا، مش فارق معاهم زي ما قلت لحضراتكم. كل ده علشان محاربه الاهلي ودعم النادي الزمالك، عايزين الزمالك يسبق بست نقاط. مفيش حد بيتدخل لحل الازمه، لا مش عاوز، انت حر، بس انا هوقع عليك العقوبه وغرامه، غرامه 200,000 جنيه وهخصم منك 9 نقاط، انت حر، ما انتش عايز تروح. لكن لا، ازاي ده؟ وفي الزمالك تعالى يا استاذ مرتضى، ده احنا خفنا عليك يا استاذ مرتضى ان جينيريسيو يشتكي الزمالك والمباراه تتلعب بره. لا لا، ده انا هريحك اخر راحه، عندك مباراه المقاولين العب مباراه المقاولين. طب بعد مباراه جينيريسيو اللي جاي من غير 5 لعيبه واللي جاي مش هيخسر وفرقه ضعيفه مستواها على قده، لا ده انا هريحك كمان بعدها، هريحك كمان بعدها يوم 27 مش هلعبك انبي. طب ليه يا عمرو جنايني؟ هو انبي مشترك في افريقيا ولا حاجه؟ ولا الزمالك عنده مباراه بعدها بثلاث ايام في افريقيا ولا حاجه يا عمرو جنايني؟ لكن دي الزمالك يا اخوانا، ما الزمالك بيمثل مصر الوطنيه اللي مش عارف ايه والدواعي الامنيه يا عمرو جنايني يا جنايني. قال لك ايه؟ صحيح، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ده لسه احنا مع اسامه السويسي. هل عرفتم الان من يدير الجبلايه؟ كلنا عارفين من الموسم اللي فات يا استاذ اسامه، كلنا عارفين انه هو اللي بيدير الدوري، كان المره اللي فاتت مع المجلس السابق وحاليا مع اللجنه الخماسيه. هنشوف الدنيا راح فين. علاء صادق اتكلم على مباراه الزمالك واتكلم على ظلم البنا واتكلم عن فرجاني ساسي وايقاف فرجاني ساسي وتاثير فرجاني ساسي او ايقاف فرجاني ساسي على مباراه النادي الاهلي والزمالك، وكلمنا فيها قبل كده. قال لك ايه؟ زمالك
الحكام يكسب بالحرام. الظالم محمود البنا يخلق هدفا للزمالك، والبلطجي فرجاني ساسي يفلت من الطرد مرتين. البلطجي فرجاني ساسي يفلت من الطرد مرتين. ايقاف فرجاني يبوظ الدوري، والجنايني بيتحدى النادي الاهلي. طبعا ايقاف فرجاني بيبوظ الدوري، ولان نادي الزمالك مش هيلعب الا بفرجاني. يلعبوا ازاي من غير فرجاني؟ لازم فرجاني يا جماعه، شوفوا لنا فرجاني. طب فصلوا لنا حاجه على فرجاني. طب الطرد بتاع النادي فرجاني ده خلوه بعد مباراه النادي الاهلي او مباراه النادي الاهلي، فصلوا لنا حاجه. لا قلنا حل، احنا اهم حاجه عايزين فرجاني. ها، بالنسبه لعبد الناصر زيدان، اتكلم عبد الناصر زيدان وجه رساله للدواعي الامنيه ساخرا. طبعا قال لك ايه؟ رساله للدواعي الامنيه، اللي حضر العفريت يصرفه، علشان مصر كبيره، عشان مصر كبيره قوي واقوى من كل العفاريت. وبخصوص القضايا اللي مرتضى منصور رافعها على عبد الناصر زيدان، وكل شويه يطلع يهاجم عبد الناصر زيدان ويقول عبد الناصر زيدان انا كل شويه هحبسه رحمه امه ورحمه امي ورحمه مش عارف مين، بحبسك يا زيدان، وكل يوم بجيب له سنه وسنه ونص حبس وسنه مش عارف ايه. النهارده اعلن عبد الناصر زيدان، الحمد لله، هو كاتب على خلال صفحته على موقع التدوينات القصيره تويتر، الحمد لله براءه في 8 قضايا. بهلول اخذ على قفاه في 8 قضايا النهارده، وحصلنا فيها على براءه. مفيش مبروك يا رجاله، مبروك يا استاذ عبد الناصر. عبد الناصر زيدان اتكلم وقال على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، قال لك ايه؟ ناس تانية في حتة تانية في كوكب تاني. عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اتحدث، المباراة انتهت على ما اعتقد، يعني اللحظات الأخيرة ما شفتهاش، انتهت 1-1. تعادل إيجابي في غياب نجمنا المصري محمد صلاح، لأن كلوب يعني قال لك إنه ما شاركش في المران في الفترة الأخيرة، ومخليه المباراة أمام جينك تقريبا في دوري أبطال أفريقيا، في دوري أبطال أوروبا المباراة القادمة. قال لك ايه عن مباراة مانشستر يونايتد، عبد الناصر زيدان، عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اتحدث، واهدي المشهد لاصحاب الدواعي الامنية الجنايني وباقي العاملين معه في الغيط. برضه بمناسبة الدواعي الامنية، الناس اللي بتشبه لك مباراة ريال مدريد بالفرقة التانية برشلونة كلاسيكو الارض، مباراة كانت المفروض تتلعب اتأجلت لدواعي امنية، وهي دي الدواعي الامنية الحقيقية. يعني شفنا كاتالونيا مولعه، المباراه كانت لعبت في الكامب نو معقل برشلونه، كاتالونيا ومظاهرات والناس بتولع في عربيات وبتاع، والدنيا بايظه خالص، ما ينفعش فيها حتى، ممكن الناس تخاف تمشي في الشارع، مش مباراه كره قدم تتلعب يعني. فرابطه الليجا او الاتحاد الاسباني قال لك ايه؟ هنأجل المباراه وهننقل، قال الاول هننقل المباراه لاستاد برنابيو اللي هو معقل ريال مدريد، ملعب ريال مدريد. ريال مدريد رفض وبرشلونه رفض، قال لك هنخليها يوم 18، رجعوا تاني قال لك اليوم 14. في توافق بين الفرقتين، فرقتين وفي اتحاد، وعندهم ظروف الامنيه مختلفه، لكن احنا عندنا الزمالك بيلعب مقاولين، لكن الاهلي لا، الاهلي كخه، الزمالك يلعب مع جنراسيون فوت بحضور جماهيري، لكن الاهلي لا، الاهلي وحش، الاهلي لا، الاهلي ما ينفعش. قال لك طب ما هو الزمالك، انتوا مش بتقولوا يا اخوانا الزمالك نص مصر زي ما مرتضى منصور بيقول؟ طب ما هو الاهلي مثلا لو مشينا بنفس المبدا، لو فرضا جدلا هو همشي هاخد بكلام مرتضى منصور في النقطه دي، نص مصر، طب ليه نص مصر يلعب والنص الثاني ما يلعبش؟ هو الازمه عند النص الثاني؟ قال لك ايه؟ زي ما بقول لحضراتكم، واهدي المشهد لاصحاب الدواعي الامنيه الجنايني وباقي العاملين في القناه، ده عبد الناصر زيدان. ده بالنسبة لموضوع نادر شوقي بقى. نادر شوقي أبو دم خفيف، الأهلي أخطأ حينما أرسل لعيبة للجونة علشان يلعبوا في نادي الجونة كإعارات يعني. أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكورة في نادي الجونة أن ناديه ملتزم بالتواجد في ملعب الجونة مساء الأربعاء المقبل لمواجهة النادي الأهلي في بطولة الدوري العام. وقال نادر شوقي: طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة القمة، وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل اتحاد الكرة، وبالتالي أصبحنا مضطرين لخوض المباراة رغم إيماننا بمشروعية قرار الأهلي الذي يرفض خوض المباراة. يا سلام، كتر خيرك يا نادر يا شوقي يا حبيبي، يا حبيبي كتر خيرك. ده بالنسبة حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، اتصاب في التقسيمة لأجريات النهاردة على ملعب مختار التتش. نشر موقع رسمي للنادي الاهلي مغادر حسام عاشور التدريبات عقب اصابته في القدم بعد محاولات من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق
علاج واستكمال المران إلى أن اللاعب شعر بألم وغادر المران، ده بخصوص سام عاشور بنتمنى له كل التوفيق. عمرو الجليني، وسبب إن نادر شاوي يقول الكلام ده خطاب راح من الاتحاد المصري لكرة القدم للجونة بيخطرهم بإقامة المباراة في موعدها وبالحكم مراهق الساعة 5، وكان الجونة رافض، لكن خلاص بعد الجواب والضغوطات والكلام ده كله وإعلان العقوبات 200,009 نقاط، فالراجل قال لك مش هنقدر بقى. نادر شاوي قال لك معلش يا جماعة مع نفسكم. الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي خاض مران مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش تحت أشراف النيو فايل المدير الفني للفريق الأول وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بانك المخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمه في وسط الملعب مشاركة حارسين، ويواصل الأهلي تحضيراته الفترة المقبلة وحرص فايلر على تنفيذ بعض الجوانب الفنية، ويشاهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين. أتمنى الشفاء العاجل للكابتن حسام عاشور ويرجع بألف سلامة للنادي الأهلي. ده بخصوص حسام عاشور. تعال ناخد بقى بعض التعليقات من الهاشتاج ده كده، الهاشتاج بتاع الوزير الزملكاوي. قالت الوزير قال لك ايه عشا قال لك ايه قالت كلمه مشجع لا نبدا من الاول، احنا لا عايزين اقاله ولا حبس ولا زفت، احنا عايزين نشوف الاهلي كل ما كل اسبوع مره يلعب ولا كل يوم، خليكم من المشاكل مش عارف. عايزين نادي اهلي، واحد بيقول لك عايزين الاهلي يلعب يشوف كل يوم مره، مش عايزين مشاكل وزير. ده واحد عايز بقى مش فارق مع الاهلي زمالي، عايز يشوف الاهلي وخلاص. حمدي قالت وزير الرياضه بيقول لك اتحاد الكوره اخطر الاهلي بعدم تاجيل مباراه الجونه وسيقع عقوبات على الاهلي حال عدم الالتزام باللعب. دلدول مرتضى بيهدد الاهلي امنعوا الضحك. قالت وزير الزملكاوي ها 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 هي الصداره. قالت وزير الصداره وصلت الصداره رقم واحد في موقع التدوينات القصيره تويتر. قال لك ايه خلال ساعتين فقط استطاع جمهور الاهلي ان يحتل المركز الاول بعد تغريده اتحاد مرتضى. كان الاتحاد اعلن عن الحكام بتاع مباراه النادي الاهلي على موقعه الرسمي على تويتر، راح ظاهر اقاله وزير الرياضه الزملكاوي هاشتاج رقم واحد. قال لك طب نجح في ايه ده عشان كده سايبينه. اقاله وزير الشباب والرياضه الزملكاوي وحاطين صوره اشرف صبحي. ده بالنسبه للهاشتاج والكلام، مش عاوزين في كلام يا جماعه ما ينفعش تتقال. حاطين صورة بهلول ومش عارف مين، وقال لك فيلم العبيط وأنا. قالت وزير الرياضة الزملكاوي مين دول كمان، واحنا كنا بنسهل للزمالك براحتنا ومحدش بيتكلم. ده الأهلاوي. قالت وزير الرياضة الزملكاوي بالنسبة منور يا دكتور. قالت وزير الشباب والرياضة الزملكاوي شخص تافه ومش عارف ايه، ده من خرج ولم يعد لا يجيد اي شيء، من يجد او يتعرف عليه في اي مكان. قالت وزير الرياضه، قالت وزير الرياضه الزملكاوي صوره اشرف صبحي اللي احنا مش عارفين هو فين يعني. نقول تاني، قالت وزير الرياضه الزملكاوي. ده كان بعض الحاجات المنتقاه يعني. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم.